للتعليق على اجتماع اليوم. معايا على التليفون الاستاذ عبد اللطيف وهبه، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا استاذ عبد اللطيف. مساء النور يا فندم. يعني اهم ما اتخذ من قرارات النهارده بعد تحيه رجال قناه السويس والدقيقه التي وقفوها حدادا على دكتور كمال الجنزوري. يعني كان هناك احد الموضوعات الهامه والاساسيه هو فيما يتعلق ب خطة الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بالنسبة لقضية تسجيل اللي هي الحيازات الزراعية أو كارت الفلاح. تمام. وزير الزراعة قدم تقرير أوضح فيه أن ما تم تسجيله وصل إلى 5.6 مليون حائز على مساحة 7.2 مليون فدان، يعني حوالي 98% على مستوى الجمهورية. الهدف من ذلك زي ما حضرتك تعلم يعني تسجيل هذه الحيازات بيديهم مزايا كثيرة فيما يتعلق بمثلا صرف اللي هي المبيدات والأسمدة والحاجات دي والمبيدات وكل شيء في يعني بالنسبة للفلاحين. ده من ناحية. من ناحية تانية كان هناك قرار فيما يتعلق بإقرار العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة. يعني وافق عليها مجلس الوزراء، ودي هتبقى بواقع يعني 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، وبتحسب اعتبارا من السنة المالية الجديدة اللي هي 21-22. أستاذ عبد اللطيف، عايزين نشوف حل للتجار. أنا يوم ما الرئيس أقرر هذه العلاوة قلت من هنا على الله بقى التجار ما يجروش ويستبقوا قبلها بثلاث شهور ويعلوا الأسعار، وقد كان ورئاسة الوزراء نفت هذا الأمر من جهتها إن هي ما أمرتش بأسعار تزيد، لكن يعني مش عارف ماذا نحن فاعلون. يعني في حاجات كتير جدا غلت ب 30 و 35% من ساعة ما تقال مسمى العلاوة، مش لما استلمها المواطن بالحقيقة. يعني في الحقيقة هناك دور كبير جدا على المواطن فيما يتعلق. أنا هنا عندنا جمعيات حماية المستهلك، عندنا جهاز حماية المستهلك، عندنا وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكن المشكلة أيضا في سلبية المواطن، بمعنى أنه ممكن يخش محل أو خلافه بيشتري هذه السلعة بسعر، لو دخل محل تاني هتكون بسعر تاني. يعني جهد المواطن ووعيه من الممكن أن هو يعني يلعب دور كبير جدا في مواجهة هذه الظاهرة. بس بالتأكيد هو لا يلغي جهد الأجهزة الرقابية في الدولة، لأنه طبعاً مفيش طبعاً أجهزة عليها أسعار. يعني برضو خلينا نقول الحقيقة، يعني احنا عندنا قانون بيلزم التاجر انه يضع على كل سلعة حتى لو باكو بسكوت يحط أسعار. لا مفيش الكلام ده متطبق في بعض الأماكن، وأماكن كتير لا. المشكلة أيضا ان يعني غير كده كمان بالنسبة لتحديد الأسعار، لو المواطن التزم مثلا أنه يطلب حقه كفاتورة يعني ولذلك هتلاقي مثلا السوبر ماركت والحاجات الكبيرة دايما بتدي فاتورة. الفاتورة بتحفظ حقك أولا في بالنسبة للبضاعة، ثانيا بالنسبة في حالة التغيير أو خلافه أو ردها مرة تانية. يعني لها أمور كثيرة. بشكرك أستاذ عبد اللطيف، عليه دور كبير. بشكرك جدا أستاذ عبد اللطيف وهبه، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.